بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن النوافل التي تؤدى في اليوم والليلة. 1. السنن الرواتب. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو بنى له بيتا في الجنة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، وهو كالتالي: 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. أخي الحبيب، ألا تشتاق إلى بيت في الجنة؟ حافظ على هذه النصيحة النبوية وصلت 12 ركعة غير الفريضة. هذه نصيحة مني أيضا لك، راح تحس بسعادة. أيضا صلاة الضحى تعدل 360 صدقة، وذلك أن في جسم الإنسان 360 عظم، فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق بها عنا يوميا، ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة، ويجزى عن ذلك كله ركعتان من الضحى. وثمراتها كما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل أيضا عفوا وكل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزى في ذلك ركعتان يركعها في الضحى. السلامة المقصود في الحديث أي المفصل، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بالصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. وهذا الحديث متفق عليه. وقتها تبدأ بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى قبل صلاة الظهر بربع ساعة، وأفضل أوقات أدائها عند اشتداد حرارة الشمس. عدد أقلها ركعتان، أكثرها 8 ركعات، وقيل لا حد لكثرها. السنة الثانية وهي سنة الظهر، السنة الراتبة القبلية 4 ركعات قبل صلاة الظهر، السنة البعدية ركعتان بعد فريضة الظهر. طيب، سنة العصر، قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرئ صلى قبل العصر 4. هذا الحديث رواه أبو داود والإمام الترمذي. سنة المغرب، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، قال في الثلاث لمن شاء. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. سنة العشاء، قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، كررها 3 مرات. قال في الثالثة لمن شاء، وهذا الحديث متفق عليه. وقال النووي: المراد بالأذانين الأذان والإقامة، والله أعلم.